أستاذة دعاء. أستاذة دعاء، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل عام وخير بخير. وحضرتك بخير وبصحة وسلام. بص انا ليه عندي حضرتك سؤالين وطلبين، ممكن؟ يبقى كده أربعة، اتفضلي اتفضلي. أهلا وسهلا. بص يا فندم، انا امبارح تمام ما صمتش، كان الايام القمريه، كان اول يوم امبارح، فانا صمت من النهارده لحد ان شاء الله يوم الاثنين، فهل هتتحاسب لي الايام القمريه ان شاء الله؟ ان شاء الله اذا ما التفتيش، ودي كان دي عادتك ان شاء الله ربنا يكتب لك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب والسؤال الثاني، هل زياره المشايخ حرام؟ قصدك زياره اهل الله الصالحين؟ اه لا مش حرام، بالعكس، سيدنا الامام بيضاوي بينص في تفسيره على ان هذه من افضل القربات الى الله سبحانه وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له علموا لي قبر اخي عثمان بن مظعون لادفن اليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان احنا نزور المقابر، فعلى الاقل دي مقابر للصالحين، فاذا لم تكن فقط فهي زياره مقابر وهي مقبوله، وهي من الطاعات ان احنا نزور المقابر لان امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بقى اذا كانت دي مقابر ومقابر الصالحين فتتنزل فيها الرحمات، فتبقى ديت كمان فضل ونعمه من عند الله سبحانه وتعالى. الطلبين استاذه دعاء. اول طلب ان حضرتك ممكن تدعي لجوزي ان ربنا يرزقه ويوسع رزقه. ربنا يوسع رزقه ورزقك ويوسع رزق الاسره كلها، ويكتبكم اللهم ان شاء الله امين في يا رب. الصالحين، ويكتبكم من المنعمين ومن الراضين ان شاء الله. اللهم امين. وتاني طلب بالنبي بالله عليك ان تدعي لي بالذريه الصالحه. ربنا يرزقك ويجعلك ان شاء الله من الصالحين، ويرزقك اولاد، ويجعل اولادك ان شاء الله عونا لك ان شاء الله ولزوجك، وان شاء الله يجعلكم في فتح وفي نصره وفي بركه وفي نعمه على الدوام يا رب العالمين.